شاهدينا والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة تستعرضها لنا الزميلة شروق عماد الدين. شكرا لكما مصطفى وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن مصر تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة. كما أكدت الوزيرة حرص مصر على أن تكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة للتعبير عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة. نهج الدولة المصرية دايما هو نهج تشاركي، دايما الحكومة تتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، الأكاديميين، ممثلي المجالس النيابية، كله كان حاضر النهاردة طبعا بالإضافة للشباب والمرأة. زي ما حضراتكم شفتوا ده الهدف منه، ان احنا بنستعرض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة وبنقول ايه اللي احنا مصر هتقدمه في قمة أهداف التنمية المستدامة، لان السنة دي هي في منتصف المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. احنا الأهداف أطلقت في 2015 والمستهدف ان هي تنتهي او ان العالم كله يحقق هذه الأهداف بحلول 2030. Our main objective of the partnership between the UN and the government of Egypt. الشراكة مستمرة ما بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في خدمة ال 17 مجال او ال 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فنحن سعداء جدا ونقدر جدا ان الحكومة المصرية ومصر ككل كبلد بشكل عام تلتزم بأهداف التنمية المستدامة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم، أثر كوفيد 19، أثر الصراعات والحروب والأزمات في العالم والأثر الاقتصادي الناتج عن هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر لا تزال ملتزمة. ولذلك فإن مصر والحكومة المصرية ستقدم التزاماتها بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في القمة الخاصة بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، والاستمرار أيضا في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصروفات. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جابكو لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023، حيث أشاد الملا بالنتائج التي حققتها الشركة ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها، مشيرا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج. في أسواق البترول العالمية انخفض خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 90.16 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل منخفضا 74 سنتا أو 0.9%. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى 3.3 دولار للتر. هذا وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 31% لتسجل 62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية في منتدى الاستثمار الذي عقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقات تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيماويات والطاقة والصناعات المتقدمة.
ذكر البنك المركزي التركي أن فائض الحساب الجاري لتركيا تحول إلى عجز قدره 5.4 مليار دولار في يوليو. كان الحساب الجاري لتركيا قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو. وفي عام 2022 بلغ عجز الحساب الجاري 48.7 مليار دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية للنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما فاطمة خليل ومصطفى مزار. شكرا لك شروق. عماد الدين.